ومن كلام له سلام الله تعالى عليه في وقوع الفتن، نعوذ بالله من وقوع الفتن، قال: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالة على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، أي المرتاد هو طالب الحقيقة، لو كان الحق خالصا من ممازجة الباطل لكان ظاهرا لا يخلو منه من طلبه، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.